ماشي يا شباب، المهم صعب وما بدي أخطاء. ماشي، تصبحوا على خير. عن إذنك. مع السلامة. بدي أحكي معك شوي سيدي. بظن لا المكان ولا زمان مناسب لنحكي بهالموضوع. أنا مصر على قراري، يعني لو أني أوسطه كنت رح خالف أخلاقيات الشرطة. شايف أنه التصرف اللي عملته هو الصح؟ طبعا سيدي. ليك سانتياغو، أحيانا التصرف بأخلاقيات المهني بيعني الموت، فهمت؟ بيلي صار معنا كانت حياتي على المحك. شو كان رح يكون شعورك لو هالشاب أوسطني؟ لو أنك ضليت ببلدك هيك راح تكون عاقبة كل مين بيتدخل بشغل الزعيم. نهايته مثلك أنت وجيني، تبقى لما بتشوفها إلا أنه إدواردو بيسلم عليكي. يلا